على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني. هيهات ذكرك يا مرابع كربلا، بعد الزمان وقربه ينسيني. ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة للسحاب الجوني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنيني. وبعزة قعساء خاطب نفسه، يا نفس لا توني لنصر الدين. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف يا سيوف خذيني. ما كفى العدوان، ما كفى تقطيع وصال، ولا حز الوريد، ولا ترض جثته بخيل العدا فوق الصعيد. عاين الخاتم يلوح بخنصر حسين الشهيد، جامد عليه الدماء واحنا يحز بخنجرة. ايام عزاء بعد هاي، وانت يا المارحة الان مشاية، وادري قلبك يهوى يكون مع المشات. انت مو قليل حاضر في ماتم الحسين. يلا صيحوا وياي. ولا جامد عليه الدماء واحنا يحز بخنجرة، ولا على التكة ويح قلبي قطع جمال الجفو. عاينا مبضق للتربان من ضرب السيو، عاين التكة ولزمها وما دخل قلب الخوف. ما در حسين آية الله وله جثة مطبرة. هذا لما مد ايده يريد ياخذ هذا الحزام، اللعين مد ايده يريد ياخذ الحزام من ابي عبد الله. شو سوى الحسين؟ اسمع القصيدة وياي.
ولا مد ابوه سكنة يمينه وقطعها ومد الشمال رد براها والاكوان الزلزلت والعرش نزل خير الرسول طه والوصيف احلى الرجال والحسن والزاكي يما والشعور من الشرى وويلاه شافوا الامام بتلك الحاله سوى رسول الله صوت واحد ها ضم الهادي الصدر والبتو لما تصيح مهجتي شفاق اللي يخلونا كرمية بلا ضري بويا ارخصني يا خضوب شيبي يبدا مهذبح قالها بويا خذي وناخت ولا دموع من الثرى ولا سوت فاطمة من دماه تخضبايات وتصيح يا ابني يا غيور يتمت سكنة وزينب ضيعتها بالبرو امدلل زينب ولا معودة تركب الكور شلون قبلت زينب تخليك جثة على الثرى وويلا قعدت اخ قعدت يم ابنها تعدد آلامه شبجت ايدها ولطمت على الهام شافت راس ابنها ما الى اقمامه اي شافت راس ابنها ما يا ما الى اقمامه ما نمك وريد اليوم حق رباي يا ماي العين يلي ما شربت الماي انا الكسرة وضلوعي قوم وحشي وياي والهان اغلى صوتك ورد سمعن والله والهان اغلى صوتك يا اك ورد سمعن لكن الامر لله والعاقبة للمتقين. قال مولاي أمير المؤمنين علي عليه السلام أيها الناس إني قد بثثت إليكم المواعظ التي وعظ بها الأنبياء أممهم وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق أو يرشدكم السبيل قضى الله للعلياء أن تتجسدا فقال لها كوني فكانت محمدا هذا جانب
من كلام الإمام علي، قاله من ضمن خطبة كبيرة قبل لا يقتل بثمن أيام أو سبع أيام. هذا كلام الإمام علي لما يرويه الشريف الرضي رحمه الله، ينقل الرواية عن نوف البكالي، يقول نوف شفت الإمام على ربوة، يعني سعد على علوة، وشفناه كله من حذاء من نعالة إلى عمامته كله نشوفه قدامنا، ماكو شيء يحجب عنا. وخطب وصفه أنه قال في رجليه نعلان من ليف، وعليه بردة، ومتحنك بعمامته، يعني لاف العمامة على رقبته هيك جانب، وين على صدر الشريف، وفي جبهته كأنها ثفنة بعير. هاي ركبة البعير من تتكرفص تصير كبيرة من أثر السجود، قصة الإمام روحي فداه. خطب كان يحشمهم للخروج على معاوية، باعتبار أنا ليلة البارحة وعدتكم قلت ناخذ جانب الرثاء للإمام الحسن، واليوم وباشر الليالي متبقية نعيش مع جانب من سيرة المجتبى عليه الصلاة والسلام. الليلة الجانب اللي أريد أشير إليه هو أهم جانب في حياته، وهو صلحه لمعاوية ابن أبي سفيان. ليش بديت أنا بهذا الكلام معاكم من الإمام علي؟ تدرون الإمام علي أعلى وأكبر وأجل شأن من الإمام الحسن. هذول الجيش اللي عاش وياهم الإمام علي هيك عاملوا، قالهم أنا أديت لكم ما أدت الأنبياء، ومرة صرت لا كوصي عن الأنبياء، وش ما قالوا الأوصياء للأمم من بعد الأنبياء أنا هم قلت لكم. شفت لا قول الأنبياء ولا وصايا الأوصياء أثرت بكم، ثم أجيتكم أدبتكم بسوطي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا. لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق؟ يعني إذا ما تردون تطيعوني تطيعون من؟ إذا أنتم اتكاسلتوا عني منو تردون يجي قوتكم؟ أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق أو يرشدكم السبيل؟ في مكان آخر يقولهم أدعوكم بالشتاء، قلتوا الدنيا باردة ما بينا يا علي نطلع بأيام البرد خليها في الصيف، تانيتكم بالصيف قلت لكم يلا نقاتل معاوية، قلتوا لا دنيا حارة. وهذا معاوية دعا الناس للباطل وركضوا ورا حتى ما واحد اعترض عليه، وأنا أدعوكم للحق تتكاسلون عني؟ أنا حاضر أبدلكم ويا معاوية صرف الدرهم بالدينار، أنطي عشرة منكم وأخذ واحد من عنده، تدرون بي أنا على حق تتكاسلون من عندي؟ وذاك اللي على باطل هبوله هبة رجل واحد. هذا كلام الإمام معي، هذا الجيش نفسه تحول صار عند الإمام الحسن. تتصور هذا بعد يقدر الإمام الحسن ياخذه ويقاوم بيه ويصد معاوية؟
أول شيء الإمام الحسن درى إذا بهذا الجيش يريد يحارب معاوية يبوء بالفشل. فشل. هسه أحيانا أنا إذا أريد أغامر مغامرة أقول أخذ مجموعة ونهجم على ناس، أكون مثل ما نقول بين الخوف والرجاء، يعني أقول لا يمكن أنتصر يمكن أخسر. الإمام ولا كان عنده احتمال واحد للنصرة، يدري ذولا كثيرين عدة وعدد كمية من دون كيفية مو مستميتين. ولعلمك ترى الجيش مو كل أتباع مدرسة أمير المؤمنين، لا تتدري. هذا الجانب الأول، الجيش متضعضع. قائد الجيش عبد الله بن عباس، عبيد الله بن العباس، هذا اشترى معاوية. ما بالك بالجيش إذا القائد يشتري معاوية شو يظل بالجيش؟ ثم الإمام نظر أكثر من نظرة اللي أنا وأنت يمكن تقيب علينا، هذا الإمام يحيط بكل شيء، يدري واحد من أهداف معاوية شنو. الآن أقولكم إياه، معاوية كان هدف السامي والرئيسي أن يجيبوا للإمام الحسن مقيد مكبل. ليش؟ إن هو عنده جرح بايت في قلبه، يوم فتح مكة اليوم أسرهم النبي هو وأبوه، وبعدين قال لهم اذهبوا، كبير عليهم هاي أنتم الطلقاء. معاوية قال يجيبوا للحسن، والحسن بيوم يمثل رسول الله، حتى شقل له أقول له روح أطلقت صراحك فتكون وحدة بوحدة. ما نجحت عدل عد معاوية، سواها يزيد، سواها يزيد. يا أهل العالم احنا نطالب للقداسة والحشمة والكرامة اللي انداست. أكثر ناس الله يحبهم وراضي عليهم وأمر الناس باتباعهم هم آل رسول الله. الأمويين هتكوهم. هسه ما أريد منكم تعترضون تستنكرون، بطلنا لا تعترض على مآتمنا، أنت ظل بدفاعك عنهم وإحنا نظل بالدفاع عن آل رسول الله، وعند الصباح يحمد القوم السرى. ولك ما عندك غيرة على بيت خليفتك، خليفة هذا خليفة الإمام أمير المؤمنين إجماع المسلمين، لو إمام أول لو خليفة رابع، بنته سبوها من بلد إلى بلد ما طالب لها، بنته مسبية، غير احنا اعتادينا على هالأمر وكل يوم نسمعه. أخي ما ينطاق يا عرب، أنتوا الآن عيالكم في بيوتهم يكلمون الأجنبي من وراء الحجاب، مثل هالأيام زينب بنت علي بنت فاطمة حفيدة المصطفى بالدواوي، مو سهل هذا يا أخوة. وتلومه ليجزع، ليجزع ويلطم ويصيح ويستلومه، هذا بالله عليك لا يلام. اليوم إذا واحد فاقد له أبو من يجي يطقروحه ويلطم ويصيح صدق انسكته، ولكن إذ ما نلومه يقول هذا فاقد، شنو قيمة أبوي وأخوي وجدي وأوليدي يم انعال الحسين بن علي سلام الله عليه يعني. تلومنا إذا نجزع علي؟ وأقولها وأكررها كل يوم حتى لا ينسونها، لنشوف وجوه جديدة. تدرون إجماع المسلمين حسين من رسول الله، حسين مني ما يقبل غلط، ومني من أنت؟ أنت في تصريح القرآن وما أرسلناك إلا رحمة، فالحسين رحمة. زين رحمة وقتلوها، رحمة الله وقتلوها، ما نبكي على رحمة الله؟ لأن خسرناها رحمة الله نبكي على أنفسنا. اليوم واحد إذا سيارته تنباق فلوسه تنباق تشوفه يمكن يبكي يتأذى، مو يمكن يبكي يخسر خسارة. ما قيمة أموال الدنيا وحطامها في قبال رحمة الله الواسعة وقتلت رحمة الله قتلناها.
بلي أيها الأحبة، الإمام الحسن سلام الله عليه درى أن معاوية هدفه يريد يسد مالة الطلقاء بأسره، وهي شبيرة شبيرة على رسول الله وعلى الدين وعلى سمعتهم، هاي وحدة اللي تحاشاها الإمام. بعد قال أنا إذا متيقن أنه أخسر المعركة على الأقل أكون بين الرجاء، إذا أصالحة على شروط يمكن أحصل من شروط شيء، صالحة على شروط. الشرط الأول لا تسب أبوي. الله أكبر الله أكبر يا مسلمين، منابر ومآذن ومحاريب ما وقف بها للصلاة وما رفع منها الأذان إلا بسيف علي بن أبي طالب ومقاومته. بعدين لما استقر الدين واستوسقت الأمور يصعد خطيب المسلمين أول ما يبدأ بسب الإمام علي. أنتوا الآن ما لحقتوا عليها ما لحقتوا عليها، ولكن هذا كان سائد عند المسلمين طيلة حكومة الأمويين. أول ما يصعد الخطيب قبل الحمد والثناء سب الإمام علي عليه السلام. لذا أكو أحد الخطباء يقول كنت في الحج، طلعت ركبت بسيارة أجرة، سألني السائق قال أنت عراقي؟ قلت له بلى. منين؟ قلت له من بغداد. قال عندكم شيعة وروافض؟ قلت له إيه. قال خو ما تحاشونهم؟ قلت له ليش؟ قال كفار. ليش عمي كفار؟ قال يسبون الصحابة. لا عمي ما يسبون الصحابة، مشتبه، حبون الصحابة. وإذا فيهم، التفت قلت له عمي وإذا فيهم من يسب بعض الصحابة، إذا فيهم من يسب بعض الصحابة فهاي ردة فعل خويا من معاوية. أول ما بدأ معاوية سب على ابن أبي طالب ردة فعل، أنت مشتبه، ما نسبهم، نحبهم ونحب الصالح والملتزم، لأن الله يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. قلت الشيخ احنا عرب لو هنود، منهم يعني بعضهم مش كلهم، منهم. هاي الآية عن من نزلت في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها بعد وتركوك. بالله عليك أنت من رسول الله يصلي تعوفة؟ القرآن جاي يقول شق هاي الورقة ذبها أتقبلها، يلا هالآية شيلها حتى أنا بطل. على من نازل عن أبوي؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هاي الآية عامة النازلة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. قال لا سب أبوي. اثنين قال لا تتصرف في بيت المال، بيت المال لا تتصرف به، مش إلك هذا، للمسلمين. قبل العطاء من بيت المال إذا دروا بك شيعي مو بس ما ينطونك من بيت المال، لا يغرمونك غرامة. هذا القاضي أبو ليلى أو أبو يعلى جاء له واحد قال له أنا عندي طلابة يا مفلان أطلب فلوس ما أنطاني ياهن. قال له عندك شاهد؟ قال له إيه عندي شاهد. منو؟ قال عمار الدهني يبيع دهن يبيع زيت، جيبه خليه يشهد لك. إجا وقعد قباله قال له نعم هذا الزلمة يطلب هذا قد فلوس. قال له أنت شهادتك مو مقبولة. ليش عمي شماني؟ قال انت ما مالك، انت صلاة تصلي قرآن تقرأ نعرفك، بس انت شيعي
شيعي ما له شهادة. هاي من قال له أنت شيعي بكي؟ قال له ها بكيت، يلا إذا تتوب نقبل منك. قال له لا شتوب، يعني أوف علي أطلع أكفر، بس أنا أبكي انطيتني مقام ما استحق. أنا شيعي، شيعي عمار بن ياسر، شيعي سلمان اللي يذوب في علي، أنا تسميني شيعي ظلمتني، أنا محب وأتشرف أنك الآن جاي تعاديني وتفسقني وما تقبل شهادتي لأنني تابع لعلي. وبذاك الوقت المتملقين هم يجون، يا جناب الخليفة شبيك؟ قال لي أشكي لك أمي وأبوي، شبيهم ظلموني، شمالهم سموني علي. بدلوا اسمه يستاهل، وترسوا حلقة ذهب. هيك مرت أزمنة. الآن اللي جاي تشوفه شي يصير في بلاد العراق من قتل وتهجير للشيعة يثبت لك ذاك الحكي، يثبت لك ذاك الحكي. قال لا تتصرف في بيت المال. ثلاثة، قال لا تقتل شيعة أبوي، لا تقتلهم. مثل رشيد الهجري، الله، رشيد عند بنيته شلون رباها على حب الإمام علي، فرد يوم راد يختبرها، عندهم عسل بالبيت، قالها بنيتي هذا العسل دزئنا معاوية في سبيل نعوف على ابن أبي طالب، هي كانت تاكل، خلت إيدها وتقيأت ذبته صغيرة، تقول له أبي العسل المصفى يا ابن هند نبيع لك إسلاما ودينا، فلا والله ليس يكون ذلك ومولانا أمير المؤمنين. شلون قتلوا رشيد الهجري؟ أقرأ. حجر بن عدي، حجر بن عدي جابوه هو وابنه، قال يلا قتلوهم. عندك طلب قبل لا نقتلك؟ قال إيه عندي طلب، قتلوا ابني قبلي. قالوا إيه نقتل ابنه قبله، لعله ذا شاف السيف والدم والموت يكع يرجع لورا، ذبحه وابنه قدامه. إيه تضحيات، هذا دين مو لعب، الله لا يبلينا، لا يجيب ذيك اللحظة وينه ابتلى بها. إذا يلزمك هذا اللي ما عنده دين ويحاسبك ويحاربك لأنك تحب علي بس، مو هذا أكثر، وتدري به هو قاتلك لا محالة، لأن هو عنده التوبة يمك ما تفيد، ماكو توبة. زين، يعني ديش اللحظة تستلمس تقول له يلا عوف علي لا تقتلني، ترى هذا مو البيع مراجل، هذا موت، بي أموت، أموت يقطع راسي ومثل بي وظلنا على ولاية علي، إلهي ثبتني على ولايته. ترى أخواني والله الله بولي ولاية علي ما يريدنا، ما يريدنا الله بلي الولاية، تصريح القرآن اليوم. إذن صار مولانا صار أربعة الله انطاهن بيوم ولاية أمير المؤمنين. أو واحدة قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، واحدة. اثنين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. الله، رضاية الله علينا، الله رضى علينا بيوم قلنا ولينا بعد رسول الله علي، والله رضى علينا. زين، إذا أردت تنازل عنها يعني متنازل عن رضاية الله سبحانه وتعالى. لذا أنتوا أخواني من تقرون القرآن وفقكم الله، لا تقرون جزء، لا تقرأ 10 صفحات، لا تقرأ، اقرأ شوية. الله يقول فقرأوا ما تيسر منه، ولكن شنو؟ ورتل القرآن ترتيلا، تدبر في الآيات. أرجوك من تقرأ هاي الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. بعد، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء،
فيها عجز الآية شنو نهايتها؟ وسيجزي الله الشاكرين. سيدي شنو معنى الشاكرين؟ أنت جاي تحكي عن الانقلاب، شنو ربط الشاكرين؟ قال مو الانقلاب صار على نعمة، وهاي النعمة هي الشكر، وسيجزي الله يا نعمة هاي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لذا الله شو يقول؟ وقليل من عبادي الشكور، شاكر للنعمة. التفتوا للمعاني بالقرآن إخواني. الإمام الباقر كل ما يقرأ هاي الآية يبكي، الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يبكي. قال مولاي شنو من نعمة تبكي عليها؟ قال نعمة الولاية عرفت يوم الغدير ونكرت. ذبحوا ابنا قدامه، قال ها خفيت؟ قال الآن الموت حلوة، يلا قتلوني. ليش موت هذا؟ قال مو ابني ما يعرف علي مثلي، خفت تقتلوني قبل ويخاف من الموت، أنا غلبتكم، أنا قتلوني الآن، أنا أروح بقبري مأمن وليدي يمي بالجنة وقتلوه. شر قتله. منهم من يطلعون لسانه من وراء ظهره في محبة علي، مالك الأشتر محمد بن أبي بكر وغيرهم وغيرهم اللي في عهد الإمام علي قتلوه بعهد عهد الإمام. قال لا تقتل شيعة أبوي. أربعة قال لا تعين خليفة من بعدك، لا تعين خليفة من بعدك. شنو القلم مرفوع عن هذا الرجل اللي ما يفي بالعهد تسميه مؤمن؟ نتساءل، واحد من عهود الحسن وين اللي أداه؟ وهو هذا الرجل طلع بالفضائية خبصنا شهر زمان، ها الحسن مو حجة عليكم؟ الحسن لما صالح الرجل معناه مو تزكية للرجل؟ شو تغايب عليك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله بصلح الحديبية صالح من؟ سهيل بن عمرو، سهيل مشرك، حتى لما كتب قال له اكتب، كتب إن النبي قال له علي اكتب من محمد رسول الله، قال لا شنو رسول الله؟ هلو قابلك رسول الله ما حاربتك، اكتب محمد بن عبد الله. والنبي صالحه. هم فيكم واحد الآن في عقيدته أن النبي لما صالح المشركين يعني التأييدية إلهم، محبة إلهم، تزكية إلهم؟ لو عنده هدف على الأقل الرجل عندنا يقول لا إله إلا الله. والإمام صالحه ضمن شروط، ولهدف قلت لك ضعضعت الجيش وخاف من أن يسلم إليه، بل مقيد وتعود مأساة يوم فتح مكة. وبعدين صالح ضمن شروط، وأكو للصلح باب وجواب، مع أنه إذا صالح لواحد ما في إشكال، لأن جدي رسول الله صالح المشركين لهدف يضمره في قلبه. وبس صالح استقر في الكوفة، شاف الويلات من أهل الكوفة يصلي يطبون عليه، يسحبون الوسائل السجادة من تحت رجليه، يسمونه يا مذل المؤمنين، تعسل لكم الناس. اي والله انا ما اريد اشرح كثير، بس اقلكم مفردة واحدة. موسى مو نبي كليم الله، مو راح ويا الخضر، ثلاث اشياء سواهن الخضر يم موسى، خرق سفينة مو، وقتل الغلام، وعدل الجدار. موسى طاق فعل الخضر تحمله؟ ما تحمل، بينما أنه نبي كليم الله ياو بكم موسى كليم الله، وياو يعتقد أن مليون خضر يصيرون قد الإمام الحسن عليه السلام. ها؟ إذا لا إحنا بقد مقام موسى والإمام أعلى وأجل من الخضر،
ذاك اللي ما طاق فعل الخضر تريد أنا وأنت نطيق فعل الإمام، كن نسلم إلهم ما نعترض عليهم، هذا التسليم لأوامرهم. لذا يقول رسول الله وحذر المسلمين من أمر واقع، ولداي هذان إمامان قاما أو قعدا. متشتبهون يا مسلمين، مبناكم واحد يشيل سيف وتسميه إمام والآخر يقعد، لا، كل له فضل وكلا وعد الله الحسنى. لو ما هذا التمهيد، لو ما هذا التمهيد الذي بلي من الإمام الحسن، ماكو كربلاء، هذا تخطيط. لو ما الإمام الحسن ملتزم بهذا التمهيد بلي لربما ماكو كربلاء. فهذا كل مولانا من يوم حرق الباب عرفت يولا، وبعدين الحروب الثلاثة، الجمل وصفين والنهروان، ضربة المحراب، صلح الإمام الحسن، هذا كل طريق كان يؤدي بهم إلى أن يخيم أبو عبد الله بكربلاء ويعلن كلمته الحق أمام الأعداء، ومثلي لا يبايع مثله. مثلي، مش قال أنا، لا، مثلي، أنت المثل وأكو مثل ذاك، ومثلي لا يبايع مثله. وقع أبو عبد الله على رمضاء كربلاء، شلون طاح؟ يقول لما راد يوقع الحسين بعد ما تمكن يثبت على الفرس، شسوت الفرس مولاي؟ قعدت. الإمام يميل منا، الفرس تميل هذا الصوب حتى شنو تعدل للإمام. إذا الإمام أجب هذا الصوب الفرس مالت منا، عرفت من ميلان الإمام بعد ما إلى طاقة يظل على ظهرها الفرس، سوت؟ يقول هي امتدت. طاح الحسين. أنت يا المؤرخ حكينا شلون طاح؟ قال طاح على خد الأيمن. ويلي عليك أبو علي، من طاح على خد الأيمن يريد يحوس ما يتمكن أبو علي، كله جراحات. بس أريد تلتفت لحتى أقول كلمتي وبعدين أنا أقيلك، يلا اسمعني. يقول جمع قواه، كل حيلة وقوته لمها، قعد سوالة وسادة من الرمل وخلى خد على الوسادة. المن سيدي وسادة من الرمل؟ وخلى عيونه شابحة على المخيم حتى يعاين البنات وخوات. أقول هاي الكلمة تتحملونها؟ والله ماني قاسي خوية، بس أرد أقول لك الظلم اللي صار على الحسين. واحد من شاف الحسين بهاي الحالة جاله، من شاف الحسين عين على المخيم ضربه بسيف على جبهته ونزل جبهته على عيونه، قال له لا أكلت بيمينك، ولك ليش حرمتني من شوفة رقية وسكينة ومن شوفت زينب خيتي الغالية جاي التانين. وأقبل فرس الحسين نحو المخيم مناديا الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، خرجت إليه زينب لزمته من شكيمته ورجعت معه ليدلها على مصرع الحسين، ولا تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين، خدر انهتك وانت غياث المستغيث، عجل ادركنا لا يهتكون النساء، ولما سمع ظل تقال فوق الأوعى. أبيات من العطية محفوظة هاي،
ما تقرأ وياي؟ يلا. قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البوات تذوبي ردي يسكي أنا لا يذوبها ونئني لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمى البيت عالية كنت تكملها لا تكثري عتبي وانا جثة راسي قبالي والجسد بالخيل روح الشريعة بلتني تشوفين عبا يقدر على النهضة ويسيل سيف البتة ولا صاخت اللي عنده حاجة يصيح ويا زينب صاخت صاخت دخيلك يا المقطع بالشريعة ولأن الندر ترى جفوفي للخيام رد باليتايا يا مايا الوديعة تدرين بي مقطعة يميني وليسا أين الصارخون حسين ويلي 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 رجعت إلى الخيمة المحروقة ويلي عليك يا بت علي جلست توجهت إلى جهة النجف صاحت أمس المساء والنار ما خلت لنا خياه صيوان ما ظلت التجي فيها ليت أقبال علي الليل وازدادت الوحشة ما شوف غير أطفال تتصارخ بدحش وشيخ العشيرة حسين ما حد شال مطروح وبكنت رأى علي الأكبر وجسى ولا أصبحت وشبول الهواشم حولي وقوف ما تساعدني يا أخويا وين الونة منك أصبحت وشبول الهواشم حولي وقوف ومسيت مالي قناع وتستر بالجفو وما شوف غير أطفال تتصارخ من الخو وين المعز وين زهرة ذيك ليا قال علي السجاد يا عم شجاني حالك وانا ما اقدر اتحرك من قالت يا نور العين عتبي على زماني اللي علي الكرار ابوها شلون تنضى وويلا واسأل السادة البلمعتة شلون ظلت عمتكم يا مولاي روحي فداها هاي بيتين الدعاء بس هذن يردن صرخة وصوتها من عندك ولا ظلت تراهم سلبة وحسين مذبوه يمها غليل من ونين يذوبر حرمة بلوالي وتا
تنادي وين انا اروح. وحسين كلفني بيتام الغاضر، اين المتفجعون حسين؟ ظلت بعد هذا البيت الختامها ظلت تراها مسلبة والدمع هما، وتصيح وين أهلي؟ تجي وتعاين الحق، عندي جنازة معطلة وما عندي يرجع، ما حد دفنهم في طفوف الغاب، عبدت ربك في سر وفي علني، آها ومت بأرض أطيب المدن، فلو نظرت حسينا عاري البدن وياي ما غسلوا. يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله اللهم سامحنا، بارك الله فيكم، اللهم شافنا وعافنا واقضي لنا كل حاجة من حوائج الدنيا والدين. هل جمع المؤمن الموالين سيدي بعظمة مولانا الإمام السبط الأكبر حسن المجتبى، من علينا بحسن إجابتك يا كريم، واقضي لهم كل حاجة من حوائج الدنيا والدين، سلم لهم دينهم ودنياهم، وقر الأعين بطلعة الإمام المهدي. يا الله عزيزنا أبو علي اللهم اكتب له السلامة والسعادة يا أرحم الراحمين، وإلى من مات على الإيمان من هذا الجمع المؤمن من أمواتي وأمواتكم والدي والديكم، الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات. على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمع بس ما بكيتي.